لقاء ممثلي فتح وحماس في القاهرة ينتهي دون اتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة. مصر تحذر من حرب إقليمية، والسيستاني يطالب بمنع التدخلات الخارجية، وإيران تتعهد باحترام سيادة العراق. لبنان يعتزم مساءلة اليونيفيل حول اختطاف إسرائيل للقبطان البحري عماد أمهز، وتقارير ترجح أن يكون عميلاً مزدوجاً. في أجواء متوترة وقلق من ادعاءات التزوير، أمريكا تنتخب غداً رئيسها 47 وسط تقارب غير مسبوق في استطلاعات الرأي. أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأ هذه الساعة وفي آخر تطورات مشاورات القاهرة بين فتح وحماس لإنشاء هيئة تدير قطاع غزة. أكدت مصادر من فتح للحدث أن مشاورات تشكيل اللجنة عادت إلى المربع الأول، وأن وفد الحركة غادر القاهرة، ولم يتم التوصل مع حماس لصيغة نهائية بشأن لجنة إدارة غزة، مرجعا ذلك إلى تحفظات حماس بشأن دورها في اللجنة التي ستدير قطاع غزة. وكانت وسائل إعلام مقربة من حماس نقلت عن مصدر في الحركة قوله إنه تم الاتفاق مع فتح على تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة، وأن اللجنة ستباشر عملها فور صدور مرسوم رئاسي بذلك. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على ضرورة منع استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية ومنع التصعيد، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ودعم استقرار لبنان ومنع أي تدخلات خارجية. الوزير المصري أكد أن مصر تدين كافة الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها. أيد ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أيد الدعوة الصادرة من المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني لمنع كل التدخلات الخارجية في العراق. وكان السيستاني دعا إلى منع التدخلات الخارجية في مختلف وجوهها في العراق، وشدد خلال استقباله لممثل الأمم المتحدة على ضرورة تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية. كما طالب السيستاني النخب العراقية بأخذ العبر من التجارب وتجاوز الإخفاقات. ردا على سؤال حول إمكانية رد إيران على إسرائيل من الأراضي العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، قال إن طهران تدعم السيادة ووحدة الأراضي للدول، لكنه قال إن أنماط الرد الإيراني على إسرائيل واضحة، وأن طهران تستخدم جميع الإمكانات المادية والمعنوية للرد. طرق ردنا على اعتداءات إسرائيل واضحة، ومن الطبيعي في الوقت نفسه أن نستخدم كافة إمكاناتنا للرد على ذلك. لذا سنستخدم هذه الإمكانيات وبكل ما أوتينا من قوة للرد على إسرائيل. وفي لبنان، ومع استمرار العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 70 صاروخ من جنوب لبنان، كما اعترض عددا من المسيرات قادمة من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية. هذا فيما أعلن حزب الله استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية.
قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل القيادي في قوة الرضوان رياض رضا غزاوي بعد أن كان قد أعلن أيضا أنه قتل قائد حزب الله في منطقة براشيت في جنوب لبنان المدعو أبو علي رضا. وفقا للجيش الإسرائيلي فإن أبو علي رضا كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ الهجمات الصاروخية والمضادة للدبابات، كما أشرف على أنشطة حزب الله في المنطقة. من بيروت ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. محمد أهلا بك. نبدأ ميدانيا بالميدانيات. محمد تفضل. نعم، يعني الميدانيات أولا هدوء حذر يخيم على الضاحية الجنوبية كما ترون بخلفي، يعني مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية، إضافة إلى الغارات التي كانت في الجنوب. الآن نسمع يعني أصوات إطلاق نار في الضاحية الجنوبية، وهي يعني طلقات تحذيرية لإبعاد المسيرات أولا ولتحذير السكان من ضرورة المغادرة. ربما هناك خطر يعني يلتمس به المسؤولين الأمنيون في الضاحية حول إمكانية استهداف يعني الطيران الحربي الإسرائيلي أو المسيرات لأماكن أو مساكن داخل الضاحية الجنوبية. بالعودة للمجريات أو يعني الأحداث الأمنية في الجنوب، غار الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من البلدات الجنوبية مثل البازورية، الغسانية، جوية، أيضا على حمين الفوقة، حمين التحتة، وهناك معلومات عن سقوط عدد من المصابين في الغسانية، أيضا في صور عند أطراف بلدة معركي في قضاء صور استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى سكني، وهناك أيضا معلومات عن سقوط ضحايا في هذا يعني الاستهداف. من ناحية أخرى يعني الحراك السياسي اليوم كان لافتا، اجتماع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن. الرئيس ميقاتي أكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701، وقال أن الحكومة اللبنانية اتخذت عدة خطوات لتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب. أيضا وجه يعني أعطى أو سلم الرئيس ميقاتي رسالة للسفراء طالب فيها مجلس الأمن باتخاذ موقف حاسم لحماية المدن الأثرية والتي فيها كنوز لا تقدر بثمن مثل مدينة صور أو مدينة بعلبك، خاصة أن عمليات الإجلاء التي طالت تلك المدن سببت أيضا يعني نزوح كبير من السكان من الكرة المحيطة بتلك المدن أو من تلك المدن إلى مناطق أخرى، وهذا يهدد وجود هذه المدن. شكرك محمد البابا الصحفي من بيروت. محمد شكرا جزيلا لك. قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن سكوت المجتمع الدولي ساهم في تمادي إسرائيل في عدوانها على لبنان، ومعتبرا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، وجدد الالتزام بالقرار الدولي 1701 مطالبا ببحث سبل تطبيقه حرفيا دون أي إضافات أو تعديلات. ميقاتي قال إن الحكومة ستبحث خطوات تنفيذية لدعم عملية تعزيز ونشر الجيش ل 1500 جندي في جنوب لبنان، ودعا الدول الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل لإعلان وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.
خلال مؤتمر صحفي اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن حادثة اختطاف اللبناني عماد أمهز من الباترون تمثل خرقا وعملا حربيا، وأن التحقيقات جارية لكشف ملابساتها، ومضيفا أنه سيتم توجيه أسئلة إلى اليونيفيل عن الحادثة. كل لبنان يتعرض لاعتداءات، جنوب لبنان يتعرض لاعتداءات ولخروقات كبيرة، وهذا الخرق هالمرة حصل بشاطئ الباترون بشمال لبنان، هيدا عمل حربي. التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء المختص من قبل شعبة المعلومات، وكذلك يجري تحقيق داخلي من قبل الجيش اللبناني، وسيجري توجيه بعض الأسئلة لليونيفيل. إنما نحن بهيدا الموضوع ما بدنا نستغرب، في ظل الحرب الكبيرة على لبنان، ما بدنا نستغرب عن مثل هذا الخرق. إنما نحن هون بدنا ننتهز هذه الفرصة لنأكد أكثر وأكثر على وحدة اللبنانيين، لنأكد أكثر وأكثر على وقوف اللبنانيين إلى جانب الجيش اللبناني، إلى جانب القوى الأمنية والعسكرية. رجحت صحيفة التلغراف البريطانية أن القبطان البحري اللبناني عماد أمهز، والذي اختطفته القوات الخاصة الإسرائيلية قبل أيام، رجحت أن يكون عميلا مزدوجا بين إسرائيل وحزب الله. واعتبر خبراء للصحيفة أن سيناريو اختطاف أمهز غير العادي قد يؤكد احتمالية هذه الفرضية، خاصة بالنظر إلى مقتنيات أمهز التي تركها خلفه من جوازات سفر متعددة وشرائح هواتف وحافظات بيانات هامة، ما يؤكد وفق التلغراف من أن الهدف من العملية كان لإنقاذ ونقل أمهز إلى مكان آمن خارج لبنان. في حين رجح مصدر إسرائيلي للتلغراف أن يكون أمهز عنصر كبير في وحدة حزب الله المتخصصة في نقل السلاح والتكنولوجيا، كما نقلت التلغراف عن مسؤول لبناني قوله إن الدلائل تشير بشكل كبير إلى أن أمهز كان عميلا مزدوجا رغم تورطه في تهريب السلاح للحزب، مما قد يجعله صيدا ثمينا لإسرائيل، وسيكون من المفيد إبقاؤه على قيد الحياة بحسب قوله. وكان كوماندوز إسرائيلي نفذ قبل أيام إنزالا بحريا اختطف خلاله عماد أمهز من شمال لبنان بتهمة الانتماء للوحدة البحرية في حزب الله. من بيروت المحامي والناشط السياسي الأستاذ ربيع الشاعر. أستاذ ربيع أهلا بك. خلينا نبدأ في قراءة هذه المساعي الدبلوماسية، نبدأ بما قاله السيد نجيب ميقاتي واجتماعه ومطالبته بتنفيذ القرار 1701 دون أي إضافات. وهنا السؤال، وكأن ثمة أخبار قد تصل إلى أنه قد يحدث تعديل في هذا القرار 1701، إلى أي حد يمكن أن نجيب على هذه النقطة انطلاقا من تصريحات ميقاتي اليوم، وكأنه يخاف من أن يكون هناك تعديل على هذا القرار؟ أولا مهم كتير أنه نكون الدولة اللبنانية بشخص رئيس الحكومة اللي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال عم تطالب وأخيرا بتطبيق 1701. وقت اللي بنقول أنه هذا 1701 مش لازم نضيف عليه أو ننقص عليه، خلينا نعرف أول شيء شو فيه. إذا بنروح على الفقرة الثالثة من الفقرة التنفيذية من هذا القرار، شو بقلنا؟ يشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية عملا بأحكام القرار 1559 والقرار 1680، وبيكمل: والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف حول ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها، عم يحكي عن الدولة اللبنانية، في شكل لا يترك أي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية. هيدا هو 1701. بيكمل بالبند الخمسة بشير إلى اتفاق الهدنة يلي مضى بين لبنان وإسرائيل سنة 49، وبيقول يجب الحفاظ على الحدود اللبنانية بموجب يلي اتفاق الهدنة. شو بيقول اتفاق الهدنة؟ اتفاق الهدنة اليوم هو بين لبنان وإسرائيل يلي عاد وأحيا هذا القرار 1701، بيقول أنه
هيدا اولا تطبيق للقرار 62 على 1948 قرار مجلس الامن. هذا القرار بذاته هو اللي بيدخل تحت الفصل السابع للامم المتحده واللي بيمنع الاطراف من الجانبين الجانب اللبناني والجانب الاسرائيلي من ان يصير في اي خروقات جويه اي خروقات بريه اي خروقات اخرى او اعتداءات عسكريه، وبيطلب من الجانبين انه يكون عندهم قوات حدوديه فقط هي عندها امكانيات تسلح دفاعيه. وبالتالي نحن كدوله لبنانيه مش بحاجه لاكثر من 1701، وهذا ال 1701 هو ما فينا نفسره 100 تفسير، لانه اذا ضلينا نتشاطر بالتفسير للاسف نحن بدنا نترك مصيرنا بحسب اجنده نتنياهو، ونحن بنعرف نتنياهو شو عمل بغزه وشو راصد يعمل بلبنان. طيب اشير للعواجل انه وسائل الاعلام الرسميه سوريه هذه المره، سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته، يعني نفس التوقيت بالأمس لو يذكر المشاهد الكريم كنا نتحدث عن حادثة اختطاف مواطن سوري من داخل سوريا، اليوم هناك سماع دوي انفجار في محيط دمشق، وطبعا سنوافيكم إذا توفرت معلومات عن طبيعة هذا الانفجار ماذا كان يقصد، وبالتالي سنكون على تواصل مع بعض المعلومات التي توضح هذه الأمور. وأنباء أيضا عن غارة في حي السيدة زينب في دمشق في سوريا أيضا، إذن حي السيدة زينب في دمشق وأيضا هذا الانفجار الذي سنتحقق منه. أستاذ ربيع، طالما يعني أولا أنا بشكرك أنك محضر يعني ومعك مستندات وتفاصيل عن القرار، وده شيء مهم جدا. كثيرون فهموا أن القرار أستاذ ربيع أنه التزام على اللبنانيين فقط، مع أنه القرار فيه التزام للإسرائيليين، يعني كما أنه ينص على انسحاب اللبنانيين من نهر الليطاني باتجاه معين بمسافة معينة، هو أيضا ينص على انسحاب الإسرائيليين. فلو توضح لنا هذه النقطة للمشاهد حتى بمساعدتك، أنه هو التزام أيضا على الإسرائيليين، فالمطالبة بأن يلتزم اللبنانيون بتنفيذ القرار يعني، ويلتزم الإسرائيليون أيضا، يعني لماذا دائما يهمل فكرة أن هناك التزام على الإسرائيليين على الحكومة الإسرائيلية يجب تنفيذه؟ هو لا شك القرار كان واضح بالتزام على الجهتين بعدم خرق سيادة الدولتين أو الكيان الإسرائيلي والدولة اللبنانية، ولكن للأسف الجهتين ما احترمت تطبيق هذا القرار، وهيدا اللي ودانا أنه رغم وجود قوات حفظ الأمن بالجنوب أنه صار في عودة لحزب الله بكافة ترسانته الحربية إلى الحدود الجنوبية، وخروقات إسرائيلية بالمقابل تخطت 3000 خرق طوال فترة الهدنة اللي كانت بين لبنان وسوريا وإسرائيل على مدى 18 سنة أو 17 سنة اللي تم فيهم تنفيذ 1701. ولكن 1701 واضح هو فرض على الجهتين، للأسف 1701 يوكل تنفيذه لقوات حفظ سلام من جهة اللبنانية فقط مش من الجهة الإسرائيلية. عشان هيك نحن عنا مصلحة أنه نروح نطبق اتفاقية الهدنة سنة 43 بيننا وبين الجهة الإسرائيلية اللي موقع عليها الجهة اللبنانية والإسرائيلية، واللي مذكورة بالقرار 1701، واللي بتقول ولا أقرأ لك بما أنك حكيت عن التحضير، لا أقرأ لك اللي بتقول بالمادة 3 منها عم تحكي عن تطبيق القرار 62 قرار مجلس الأمن يلي بيعلن هدنة عامة بيننا بين لبنان وإسرائيل، وبيمنع تحرم على مختلف أنواع القوى المسلحة النظامية وغير النظامية من ارتكاب أي عمل عدائي، وعدم جواز تخطي خط الهدنة يلي هو الحدود المعترف فيها المرسمة من اتفاق بولين يوكوم سنة 23 بيننا وبين إسرائيل، تخطي خط الهدنة المبين في المادة الخامسة، أو التدخل عبر المجال الجوي أو المياه الإقليمية للفريق الآخر. إذن بيذكر بالتحديد وبوضوح أنه منع التدخل عبر المجال الجوي، وبالتالي هون نستقصد إسرائيل بشكل خاص لأنه هي عندها السلاح الجوي اللي عم يخرق السيادة اللبنانية. وبرجع بذكر أنه هذا القرار هذه الهدنة
اتفاقية الهدنة هي تخضع للفصل السابع، وبالتالي القوى المتواجدة في الجنوب اللبناني عليها أن تتواجد في الجانب الآخر، وعليها أن تخضع للفصل السابع يلي هو بيرغم الجهتين على تطبيق هذا اتفاق الهدنة بقوة السلاح وبقوة الفصل السابع يلي هي بالقوة يعني. وهذا ينطبق على لبنان وإسرائيل، وبالتالي منسحب من إسرائيل إذا اتفقنا أنه نطبق اتفاقية الهدنة، منسحب من إسرائيل هذه الذريعة أنه هي ما عندها ثقة لا بالدولة اللبنانية ولا باليونيفيل ولا بحزب الله أنه ما رح يرجعوا يشكلوا خطر على الجانب الإسرائيلي. طيب، أشير مرة أخرى سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وأيضا هذه صور أولية يعني غير واضحة، صورة من بعيد بعض الشيء لكنها توضح هذا الانفجار أو هذه الغارة التي استهدفت حي السيدة زينب في دمشق. وطبعا هذه ليس المرة الأولى، بالأمس تحدثنا عن أن الغارات الإسرائيلية على سوريا خصوصا هذه المناطق حي السيدة زينب وغيرها من المناطق في دمشق لم تتوقف من قبل الإسرائيليين، والمشاهد الكريم يعرف جيدا كم القادة أو المحسوبين على الحرس الثوري الذين تم اغتيالهم من هذه المنطقة. إذن قصف إسرائيلي يستهدف محيط منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق، وهذه صورة من بعيد، صور يعني بتوضح طبيعة هذا الانفجار، والذي قد يكون وهذا الأرجح أنه نتج عن غارة إسرائيلية لاستهداف يعني هدف طبعا سيعلن الإسرائيليون عنه كما أعلنوا يعني خلال ساعة بالكثير، كنا بالأمس أعلنوا عن التفاصيل الكاملة لحالة للاختطاف، لكنه ملفت شوية فكرة التوقيت أنه في نفس التوقيت بالأمس يكون هناك عمل إسرائيلي في داخل الأراضي السورية. بالأمس كان اختطاف المواطن الذي تحدثنا عنه وأزاعوا التحقيق معه، واليوم الغارة على يعني منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق. إذن هذه صورة. أستاذ ربيع الشاعر، إحنا أسفين لكن نحن الحقيقة نتابع وسائل الإعلام الرسمية السورية معلومات أولية عن ضربة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق. نحن الحقيقة نتحدث عن مصادر سورية حتى الآن، لكن هذه الغارة استهدفت من وما الذي نتج عن هذا الاستهداف؟ سيكون ذلك في رهن للبيانات الإسرائيلية التي يصدرها الجيش الإسرائيلي عادة في هذا التوقيت ليوضح الهدف من هذه الغارة، لكن هذه المنطقة لم يتوقف أو تتوقف عنها الغارات طوال الأيام الماضية. طب أترك هذه الصور أعود للأستاذ ربيع. أستاذ ربيع، كان في لقاء اليوم ما بين بري وقائد الجيش، هذا اللقاء يفسر في أي اتجاه؟ بالطبيعة اللقاء روتيني ضروري، لأنه أولا حضرتك تكلمت عن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية لتطبيق 1701، وواحد من هذه الإجراءات هو تطويع 1500 جندي لبناني حتى يلتحقوا بالجيش اللبناني في الجنوب لتطويع 1701. وتبين أنه بعد الحكومة ما أخذت هذه الإجراءات، وسوف تنعقد هذه الحكومة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال منتصف هذا الأسبوع لمتابعة اتخاذ هذه الإجراءات ورصد الأموال لتطويع هؤلاء الجنود، بالإضافة إلى الوضع العملية الإسرائيلية بالبترون اللي اختطفت اللبناني من البترون، وبالتالي كان على قائد الجيش أنه يوضح لرئيس بري المعطيات اللي هي بيملكهم الجيش اللبناني، وخاصة تم انتقاد الجيش اللبناني بشكل يعني مشجوب وتحميله مسؤوليات هو اليوم أكبر من المسؤوليات الممكن أن يتحملها، وقد أعطي للمدعي العام التمييزي اللبناني مسؤولية متابعة التحقيق من خلال فرع المعلومات
معلومات بقوى الأمن الداخلي، ونحن بانتظار نتيجة هذه التحقيقات كيف تم الخرق، وبعدين نعرف شو أسبابه، شو مدى يعني شو مسؤوليات التي كان يقوم بها الأستاذ عماد أمهز إلى ما هنالك، هل هو عميل مزدوج، هل هو ترحيل عميل إسرائيلي، أم هو بالفعل صيد كما تقول وتدعي إسرائيل أنه صيد ثمين لها. أستاذ ربيع الشاعر، أنا بشكرك أستاذ ربيع، كان معي من بيروت، صور موجودة الآن على شاشتنا، ونتابع مرة أخرى أنه أيضا المعلومات توضح أنها في منطقة المزارع في حي السيدة زينب في جنوب دمشق، يعني منطقة المزارع في حي السيدة زينب في جنوب دمشق، انفجار غارة، طبعا أيا كان السبب، لكن هذه الصور الأولية طبعا صور من بعيد توضح سحب الدخان التي صاحبت هذا الانفجار أو هذه الغارة. ودائما نقول أنه كل هذه المعلومات رهن بالبيانات الإسرائيلية التي في العادة تخرج لتوضح الهدف أو توضح الغاية من هذه الغارة أو هذا الانفجار في هذه المنطقة التي شهدت كثير من عمليات قتل واصطياد لعدد من المنتمين للحرس الثوري الإيراني خلال الشهور الماضية. قتل 1300 فلسطيني في شمال غزة خلال أقل من شهر وفق حصيلة أولية أعلن عنها الدفاع المدني في القطاع. الإحصاءات أضافت أن أكثر من 100,000 شخص كذلك موجودون في مناطق الشمال المحاصر، وأوضح الدفاع المدني أن غالبية المحاصرين من النساء والأطفال بنسبة بلغت 60%، إذ تعتقل القوات الإسرائيلية الرجال، ولم تفلح نداءات الاستغاثة في إدخال الأدوية في ظل نقص في الكوادر الصحية. قال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا إن القصف الإسرائيلي تسبب في أضرار كبيرة لمرافق المستشفى وضاعف معاناة المرضى، مؤكدا أن إسرائيل منعت وصول الفرق الطبية إلى المواقع التي تم استهدافها والضحايا يتركون لمواجهة الموت. طبعا نتحدث عن أيام صعبة، وخاصة أمس كانت أيام صعبة جدا على مستشفى كمال عدوان. أمس تم استهداف المستشفى بشكل مباشر، تم استهداف الطوابق العلوية، وتم استهداف ساحات المستشفى وخزانات المياه وشبكة الكهرباء، وكان استهداف يعني في كل أروقة المستشفى. وللأسف تم استهداف في ظل وجود طبعا منظمة الصحة العالمية التي كانت بدورها بإخلاء بعض المرضى من مستشفى كمال عدوان، وأثناء الإخلاء تعرضنا لهذا القصف وكان هم موجودين في ذات الوقت، وبالتالي هم قاموا بالاختباء خلف أو في طبعا أقسام المستشفى من حدة ومن شدة ومن عشوائية القصف اللي حصل على مستشفى كمال عدوان. وما زالت الحالات تتوافد إلى الاستقبال والطوارئ، على مدار الساعة الناس تأتي بنفسها إلى مستشفى كمال عدوان، ومن يستطيع أن يأتي بنفسه يعني ممكن أن يتلقى الخدمة، من لم يستطع يترك يعني يلاقي مصير. هناك بعض الإصابات اللي حسب شو العيان تركت في الشوارع وأصبحت شهداء، وهناك ناس موجودين ما زال تحت الركام لا يسمح لأي حد، ولا أصلا يوجد أدوات ولا يوجد آليات لرفع الركام وإنقاذ من تبقى تحت الركام. الوضع صعب. قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا إن إسرائيل بإبلاغها الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. وأضاف بوردينا أن إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وعرقلة أنشطتها ودورها، وقال إن على العالم اتخاذ الخطوات جادة وملموسة ضد إسرائيل التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة الأونروا. يأتي القرار بعدما وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. نسبة كبيرة جدا من قطاع غزة يحمل صفة لاجئ، وهؤلاء الأشخاص من ناحية التعليم والصحة كل هذه الخدمات التي كانت تقدم لهم سوف تزال ويحرم منها الفلسطينيين، وهذا يعتبر قتل للفلسطينيين في داخل قطاع غزة. كم ألف طالب حيحرم من المدرسة، كم ألف طالب حيحرم من العلاج، كم ألف شخص موظف حيحرم من وظيفته، كم ألف شخص من المساعدات حيحرم من هذه المساعدات. فهذا أمر يعتبر إجحاف يعني في الأعراف الدولية وللقوانين اللي موجودة في العالم. بالنسبة للقرار هذا لقطع الأمم المتحدة في قطاع غزة أو في الضفة، هذا حيكون كارثي على الشعب الفلسطيني، لأنه الأنوره بتقدم خدمات للشعب الفلسطيني لأكثر من 60% خدمات، منها التعليم ومنها النظافة كمان والصحة وموظفين كل شيء. يعني الأزمة الموجودة واللي احنا بنعيشها كنازحين، تمام، في هناك بعض المساعدات من قبل اللي هي للوكالة، ولكن هذا القرار سيؤثر سلبا بشكل كبير جدا. إذا كانت تدخل بعض المساعدات في الآن، لا يمكن إدخال أي مساعدات مدام إسرائيل رفضت التعاون مع الوكالة وحضرتها، فإذا هناك لا يمكن يكون هناك تنسيق لإدخال أي مساعدات باسم الوكالة على النازحين في قطاع غزة. كان المجتمع الدولي يوافق على هذا القرار فهو متآمر، وإذا كان هو لا يوافق تمام فعليه إيجاد جهة بديلة عن الوكالة بموافقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعم اللاجئين في قطاع غزة، وإما الحل الآخر اللي هو حل قضية اللاجئين الفلسطينيين نهائيا، وبعدين هم يرفعوا يدهم يتخلوا عن اللاجئين في قطاع غزة. معي رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. رامي أهلا بك، لو توفرت لديك تفاصيل عن هذه الغارة على المزرعة أو منطقة المزارع في السيدة زينب في جنوب دمشق. يعني نعم، مساء الخير. طبعا المعلومات الأولية استهداف مزرعة من قبل الإسرائيليين في محيط منطقة السيدة زينب، المزرعة عائدة للإيرانيين وحزب الله اللبناني، وكل تلك المنطقة وكل المزارع الموجودة فيها هي ملك للإيرانيين وحزب الله اللبناني، ملك يعني جرى شراءها في أوقات سابقة. حتى اللحظة هناك معلومات أولية عن استهداف من كانوا في هذه المزرعة، وليس استهداف مستودعات داخل هذه المزرعة. الاستهداف كان واحد على تلك المنطقة وليست عدة انفجارات ضخمة، أي استهداف سلاح في تلك المنطقة. المنطقة حقيقة الأمر يوجد فيها الكثير استهداف من أشخاص يعني. اللبنانيين استهداف أشخاص يعني استهداف المزرعة بعينها وليس استهداف مستودعات في تلك المنطقة. وسابقا حقيقة الأمر وقبل نحو عام جرى استهداف، بداية الاستهدافات فيها عندما اغتيل القيادي بالحرس الثوري الإيراني رضي الموسوي في تلك المزارع الواقعة جنوب العاصمة دمشق أو في محيط منطقة السيدة زينب وتمتد حتى منطقة الكسوة. لكن تلك المنطقة حقيقة الأمر يوجد فيها الكثير من النازحين اللبنانيين، يعني العوائل حزب الله والموارين لحزب الله الذين جاء بهم إلى تلك المنطقة من الجغرافيا السورية. لا نعلم إذا ما كان الاستهداف لحزب الله أو حرس ثوري إيراني في هذه المزرعة الواقعة بالقرب من منطقة السيدة زينب التي تعتبر كضاحية جنوبية لدمشق أسوة بضاحية بيروت الجنوبية. بشكرك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وطبعا سنبقى على اتصال دائم لمعرفة إذا كان هناك جديد نتيجة هذه الغارة التي استهدفت مزرعة في حي السيدة زينب في جنوب دمشق. أعود إلى الملف الفلسطيني من دير البلح، معنا مراسلنا هناك أسامة الكحلوت. نبدأ ميدانيا أسامة، تفضل. أسامة الكحلوت نعود إليه مرة أخرى حتى يعطينا تفاصيل أكثر عن كل العمليات التي تسمعني أسامة.
طيب سنعود لأسامة مرة أخرى وأنتقل إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة غدا. أدلى أكثر من 78 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا وفقا لمختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا، فيما تظهر الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين على حد غير مسبوق. وأكد المختبر أنه من بين إجمالي الأصوات المبكرة 42 مليون مواطن صوتوا حضوريا، فيما صوت أكثر من 36 مليون أمريكي عبر البريد. في ردها على تصريحات ترامب حول عدم ممانعته إطلاق النار على إعلام الأخبار الكاذبة، قالت حملة هاريس إن ترامب يقضي الأيام الأخيرة غاضبا وغير متزن، كما يكذب حول سرقة الانتخابات لأنه قلق من خسارتها. ومن جانب آخر أوضحت حملة ترامب في بيان أن المرشح الجمهوري كان يشير إلى التهديدات الموجهة إليه والتي حفزتها خطابات الديمقراطيين الخطرة. من واشنطن مراسلنا هناك بيير غانم. بيير مساء الخير. خلينا نبدأ بالانتخابات بشكل عام، يعني من متابعتك للولايات الأكثر سخونة التي يتم التعويل عليها في هذا التوقيت. يعني بنسلفانيا ثم بنسلفانيا ثم بنسلفانيا. السبب هو أن هذه الولاية كانت بالفعل أرض للتنافس الشديد بين ترامب منذ العام 2016 وجميع منافسيه من الحزب الديمقراطي. وخلال الأيام القليلة الماضية تبين أن المرشحان هاريس وترامب يفهمان أهمية هذه الولاية الكبيرة بعدد الناخبين فيها، وأيضا لأن الأصوات متقاربة جدا في استطلاعات الرأي. ربما ننظر إلى عدة سيناريوهات للنجاح، أكان لترامب أو كان لهاريس، ولكن يجب القول دائما أن بنسلفانيا تبقى هي الولاية المفتاح بالنسبة للطرفين، خصوصا أن هذه الانتخابات في عشية ليلة التصويت الكامل لهذه الانتخابات، يبدو أنها متقاربة أكثر من أي وقت آخر. لم تكن متقاربة بهذا الشكل خلال العام 2020، ربما كانت متقاربة قليلا بشكل أو بآخر في العام 2016 بين ترامب وكلينتون، ولكن حتى هذه اللحظة تشعر الحملتان على أن هناك تقاربا كبيرا، لذلك ترى الحملة الرئاسية متوجهة إلى الولايات المتأرجحة خصوصا بنسلفانيا. طيب ما هي معايير الحاكمة بير في بنسلفانيا؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي، طبعا في كل الدورات الانتخابية هناك حديث عن بنسلفانيا، لكن كان دائما هناك معايير تحكم لصالح واحد من المرشحين في هذه المسألة. من يربح أكثر؟ من معاييره تصب في مصلحته أكثر في بنسلفانيا؟ يجب القول أولا هو أن هذه الولاية كانت ولاية ديمقراطية منذ منتصف التسعينات. ما حدث هو أن ترامب غير هذه الولاية. غيرها كيف؟ بأنه تحدث إلى الناس الذين خسروا أعمالهم. لو ذهبت إلى ولاية بنسلفانيا وذهبت من مدينة إلى مدينة، ترى الفقر الذي ضرب هذه القرى وهذه المدن الصغيرة والتي يعيش فيها العمال البيض. وبالتالي ما يحدث الآن في بنسلفانيا هو صراع بين المدن الديمقراطية
حيث هناك الشركات الكبيرة وهناك الكثير من الديمقراطيين، وبين الريف والمدن الصغيرة والقرى الصغيرة حيث يعيش الجمهوريون أو المؤيدون لترامب، الذي يقول لهم أنه يستطيع أن يعيد الحياة إلى الناس وإلى القرى الذين تركوا من قبل الديمقراطيين. بير، ما يعني عندي فقرة نقاش بعد قليل مع دكتور إدموند غريب، وسيكون الموضوع حول حضور، يعني طبعا الأمريكيون يؤثرون فينا في الشرق الأوسط وفي العالم العربي ده أكيد، لكن كيف يؤثر ملفات العالم العربي والشرق الأوسط فيهم أثناء الحملة الانتخابية، هذا هو الموضوع اللي ممكن يناقش يعني. وبالتالي حضور لبنان، غزة، إيران، منطقة الشرق الأوسط في حملات المرشحين الانتخابية وكلامهم مع المرشحين، خصوصا مثلا في ميتشيغان أو غيرها من الولايات اللي فيها حضور عربي يعني. موضوع إسرائيل كان دائما موجودا في الانتخابات الأمريكية، هذه المرة استثناء وربما بداية بدأ الموضوع العربي هو الذي يطرح نفسه. نقول ذلك لأن هناك عدد كبير من العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان صوتوا للمرشح جو بايدن في العام 2020، لأنهم كانوا يقدرون أنه يقف إلى جانبهم فيما وقف ترامب إلى جانب إسرائيل واعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، واعترف أيضا بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وتحدث عن نقل السفارة ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وبالتالي هو أثار حفيظة المسلمين والعرب بشكل عام. هذه المرة لأن الصوت العربي خصوصا في ولاية ميشيغان هو صوت مهم، وقضايا غزة، لبنان، وقضايا الشرق الأوسط تضغط على الحملة الرئاسية، ما يحدث هو أن ترامب يريد أن يقول للبنانيين وأيضا للمسلمين والفلسطينيين بشكل أخص هو أنه سوف يعيد السلام. كيف؟ هو لا يقول كيف سوف يفعل ذلك. في الجهة الأخرى هناك كراهية كبيرة في لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين بشكل عام لبايدن، لأنه أخذ موقفا لينا جدا تجاه إسرائيل وسمح بقتل الألاف من المدنيين خصوصا في غزة، إذن لن يصوتوا له. ما فعلته كمالا هاريس هو أنها عادت وقالت لهم أنا أريد أن أنهي هذه الحرب، أنا أريد أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار، وأنا أريد حلا للدولتين، لذلك انقسم هذا الشارع. ولكن العلامة الفارقة الأساسية هو أن التأييد لإسرائيل كان دائما هو الطاغي، الآن الموضوع العربي والإسلامي هو موضوع مهم جدا في هذه الانتخابات. بيير، لعبة اللوبيات، يعني اللوبي الصهيوني تحديدا في أمريكا أكيد له تأثير، وبالتالي إلى أي حد هو حاضر؟ يعني كنا تحدثنا عن الملفات العربية أو الملفات في المنطقة والجالية، فهناك أيضا في المقابل لوبي صهيوني مؤثر في هذا التوقيت. هناك 6 ملايين أمريكي يهود يعيشون على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. لو نظرنا إلى هذه الجماعة الموجودة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا أنهم يصوتون بنسبة 70% لمصلحة المرشح الديمقراطي. السبب ليس هو إسرائيل، السبب هو أن هذه المجموعة من الأمريكيين وهم يهود هم من الأشخاص المتعلمين الذين يؤمنون بالعدالة الاجتماعية، ويرون أن الحزب الديمقراطي هو الحزب المناسب لهم، وهو بدون شك أيضا يؤيد القضية الصهيونية ويؤيد إسرائيل بشكل عام، وهذا ما شهدنا عليه خلال العقود الماضية. هناك نسبة أقل ممن يؤيدون الجمهوريين، وهذا أمر عادي أيضا، ولكن لو ننظر إليه من وجهة النظر الاجتماعية يكون أسهل علينا. هناك أشخاص يعتبرون أن موضوع العدالة الاجتماعية لا يجب أن يكون هو المتقدم، بل إن نظرية الجمهوريين حول الابتعاد عن الحكم المركزي، عن الدولة التي تقدم كل شيء للفقير وللشخص الذي لا يعمل، وهم يؤمنون أكثر بالمبادرة الفردية
وبالنظام الرأسمالي كما عرفناه خلال القرن العشرين. لذلك هناك انقسام بين داخل هذه المجموعة بنسبة 70% من اليهود الأمريكيين يصوتون للحزب الديمقراطي، 30% للحزب الجمهوري. جميعهم يؤيدون قضية إسرائيل لكنهم ينقسمون حول قضية العدالة الاجتماعية والحكم المركزي. بير غاني مراسلنا في واشنطن، بير شكرا جزيلا لك. أبقى في ذات الموضوع مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب، هو معي أيضا من واشنطن. دكتور إدموند، مع بير كنت أتحدث قبل قليل بأنه الأمريكيون يؤثرون ويصنعون وكل شيء، ولكن كيف نحن هنا في العالم العربي نؤثر فيهم دائما في مرحلة واحدة وهي مرحلة الانتخابات، وبالتالي حضور الملفات، خلينا نبدأ بالملفات، حضور الملفات في أجندة المرشحين هاريس وترامب إلى أي حد يمكن أن يكون فارق، وإلى أي حد كل شخص تعامل مع الملفات هنا لبنان فلسطين بحرفية مثلا وأنت تتابع ذلك؟ فعلا هذه نقطة مهمة جدا ومثيرة. أولا لم يكن هناك فرق كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق مثلا بدعم السياسة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية تجاه أولا غزة، بعد وخاصة بعد الحادث 7 تشرين، ثم بعد ذلك أيضا رأينا أن الطرفين يزايدان على بعضهم البعض من هو الأقدر على مساعدة إسرائيل وعلى حمايتها إلى حد ما. ولكن أعتقد أننا بدأنا نرى في الآونة الأخيرة تغييرات إلى حد ما. بدأ يشعر الطرفان الديمقراطي والجمهوري، وخاصة فيما يتعلق على القلب بين الديمقراطيين بالنسبة لهاريس ومؤخرا الرئيس السابق ترامب. الاثنان كان لم يكونا يهتمان كثيرا بالجالية العربية الأمريكية والجالية الإسلامية الأمريكية، ولكن بعد مع تصاعد الأحداث، مع بدء تغيير أيضا في المواقف ليس فقط العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين، بل المواطن الأمريكي العادي الذي يريد إنهاء هذه الحرب، حيث أن الآن آخر استطلاع يظهر بأن 53% من الأمريكيين يريد وقف الحرب، ويعتقد أن الولايات المتحدة ذهبت أو الإدارة الأمريكية ذهبت بعيدا في دعم إسرائيل. ولكن ترامب مثلا دكتور إدموند فكر تصريحه الشهير حينما أتولى سأوقف الحرب فورا، أنا قادر على ذلك، يعني جملة بهذه الطريقة ممكن تكون مؤثرة عند الناخب الأمريكي. بالضبط، هذه إحدى النقاط التي بدأت تهم الكثير من الأمريكيين. في البداية مثلا هناك 3 قضايا رئيسية الآن تواجه الإدارة الأمريكية، تواجه السياسيين الأمريكيين فيما يتعلق بموضوع السياسة الخارجية. هناك أزمة الأوكرانية أو الصراع الذي نشهده، الحرب الأوكرانية، ثم هناك ما يجري في غزة وما يجري في لبنان وما يجري في منطقة الشرق الأوسط، ثم هناك أيضا الصراع مع الصين. هذه هي القضايا الأساسية، وهذه إلى حد ما أظهرت أن القيادة أو هذه الإدارة أنها في نفس الوقت الذي ركزت فيها على استمرار هذا الصراع وعلى اتخاذ مواقف تؤيد هذا الطرف أو ذاك، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة وأزمة كبيرة الآن، لأنه ليس من السهولة مواجهة كل هذه الأطراف وكل هذه التعامل مع هذه الصراعات في نفس الوقت. دكتور إدموند، أنت تابعت ترامب في 2017 وتابعت ترامب الآن، إلى أي حد هذه الجملة صحيحة؟ لقد تغير ترامب زمان ليس ترامب الآن، صحيح هذه المقولة؟ إلى حد ما أعتقد أنها تغير فعلا مهمة. أولا ترامب اكتشف أنه فعل أو عمل أخطاء كثيرة، مثلا اختياره لعدد من أبرز كبار مساعديه، ثم اكتشافه فيما بعد أن بعض هؤلاء لهم أجندة وسياسة مختلفة عن الأجندة والسياسة التي يريد هو تطبيقها. ومن هؤلاء كان نائبه
بنس من هؤلاء، مثلا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي، من بينهم بعض وزراء الدفاع الذين خدموا كوزراء عندما كان في السلطة، من بينهم جون بولتون مستشاره لفترة لشؤون الأمن القومي، وجد أن هؤلاء يعملوا ضد سياساته، وهذه كانت إحدى نقاط ضعف ترامب، لأنه لم يكن سياسيا، لم يكن يعرف بيئة واشنطن والمجتمع السياسي في واشنطن جيدا، ولذلك اعتمد على بعض مساعديه الذين كان هم أيضا لديهم وجهات نظر متباينة عن وجهات نظر. ولكنه أعتقد في الآونة الأخيرة بدأنا نرى تغيير في مواقفه، وأيضا في نوعية الأشخاص، أو على الأقل قسم من الأشخاص الذين كان يعتمد عليهم في السابق غيرهم. هنا نرى، وهذه ستكون مهمة جدا إذا وصل إلى البيت الأبيض، التركيز على هوية هؤلاء، مواقف هؤلاء الكبار المساعدين الذين سيختارهم هذه المرة. ولذلك وبدأنا نرى تغييره مثلا في الآونة الأخيرة في ميشيغان. شكرا جزيلا دكتور أدموند غريب، شكرا جزيلا لك. انتهت هذه الساعة، ملفاتنا لم تنتهي، استراحة قصيرة، أعود بعدها لنكمل هذه الملفات.